رجع لنا الدكتور طه اسماعيل، سامعني كده يا دكتور؟ انا هحاول اسمعه وهقدر ارد عليه، بس انا مش ضامن لان طيب انا معلي صوتي، انا معلي صوتي والله، هو على الاخر. انا برحب طبعا بحضرتك، معلش معلش اقول بس بقى عندك بقى في مشكله لازم في السؤال ولا في هنحاول نحلها دلوقتي. اهلا بحضرتك وبرحب بحضرتك طبعا على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايزين نستفيض في التحليل الخاص بفريق النادي الاهلي بالتحديد بعد المرحله الاولى يا دكتور طه لمستر فايلر مع النادي الاهلي، ورؤيتك التحليليه للست مباريات بشكل كامل لمستر فايلر مع النادي الاهلي، وابرز مميزات الفريق تحت قياده المدير الفني السويسري. شوف انا بس احب اقول حاجه في الاول، اتفضل. يعني رغم ما كان ليا شرف الاشتراك في اختياره. طبعا. الو؟ اتفضل سامع حضرتك. انا ما اعرفش في صوت في انا سامعك، سامع حضرتك، اتفضل. يعني انا شايف يعني مش عارف يعني انا ما بحبش لهجه المبالغه. هو الراجل بدايه مطمئنه وجيده. انما احنا البلد عندنا بنبالغ في كل حاجه. يا اما في الاشاده يا اما في النقد والقذف. عايزين الكلام المعقول. البدايه طيبه ومبشره. ويعني ده برضه اللي احنا توسمناه من الراجل. خلال المباريات اللي لعبها النادي الاهلي. طبعا انا ما بنسبش كل ما حدث لي هو فقط، ولكن اللعيبه ايضا هم بيلعبوا كمان. فهو الحقيقه اعطى حريه للعيبه بشكل كبير جدا. حريه في اللعب. والحريه دي شيء مهم جدا، يبقى في ديناميكيه في الاداء وفي موبيليتي اللي هي المرونه في تغيير المحلات واللعب من الحركه. ودي يعني افادت الفريق افاده كبيره، خاصه هناك لاعبين على مستوى عالي جدا من المهارات زي رمضان، زي حسين الشحات، زي عجايب، أفشا، زي معلول والاخرين، يعني مستواهم الحقيقه على مستوى عالي جدا. فطبعا مع التكتيك اللي فيه الحريه والمرونه في تغيير المحلات والاداء من الحركه اثمرت ان عدد كبير من اللعيبه بتسجل. كويس. بعد ما كان الفريق بيستنى ازارو انه يسجل، ولو ما سجلش يبقى في مشكله. الان بنجد اللعيبه كلها رمضان مسجل 3 اهداف على ما اعتقد. ولما تشوفهم هتلاقيه ان هو مسجلهم من مكان غير الجناح الشمال اللي هو بيلعب فيه. صح. وهتلاقي حسين الشحات مسجل برضو عدد من الاهداف، برضو مسجلها من اماكن من العمق، ما هياش من مكانه في الناحيه اليمين. اجاي نفس الشيء، فده مدلول على ان هناك ديناميكيه في الاداء ولا مركزيه في الحركه بالنسبه للاعبين، ولكن في ظل توازن في الانتشار. يعني بيظل الانتشار متوازن مهما كان رمضان بقى في اليمين، الشحات بقى في الشمال، في العمق، في كذا، لكن الانتشار بيبقى متوازن في الملعب بحيث كل الاماكن بتبقى مشغوله بلاعبين. دي اهم حركه او اهم حاجه بانت، اضف لها السعاده وانت بتلعب. كويس. انا لعيب كوره وعارف. في اوقات احس ان انا مش عايز الماتش يخلص. وده احساس اللعيب في النادي الاهلي لو كان في ماتش زي ماتش الانتاج ال 4-0 او الماتش بتاع الاخراني اسوان 5-1 او حتى ماتش الزمالك اللي هو يعني حصل فيه مشاكل في نهايه المباراه باصابه الاثنين سنتر باك. لكن اللعيبه بتلعب وهي سعيده ومبسوطه. مش عايزه تخرج. مش عايزه المباراه تخلص. كويس. عكس ما بيبقى الاداء مفركش، مش مظبوط، مفيش انتظام، مفيش تماسك، مفيش استحواذ جيد، مفيش تحركات جيده، يبقى اللعيبه حتى بتلعب وهي مش سعيده ومش مبسوطه. وده بيأثر على الروح المعنويه في الاداء. فاللي انا شايفه دي من ضمن اهم الحاجات او اهم الظواهر اللي الفريق يعني تسلح بيها. وعشان كده يمكن في ما عدا مباراه واحده وهي مباراه سموحه اللي سجل فيها النادي الاهلي هدف واحد، لكن جميع المباريات سجل فيها على الاقل هدفين، في مباراه افريقيا الاولانيه واربعه في الثانيه واربعه في الانتاج وخمسه في اسوان وثلاثه على الزمالك. يعني في سكور وفي شكل هجومي جيد وفي تحركات من الاجناب بشكل كويس. كويس. جمل محفوظه وابتدت اللعيبه تعملها بشكل كويس. رمضان بيدخل للداخل، بيطلع معلول في الحته الشمال، بيطلع عدله، بيعمل اوفرلاب، بيعمل عرضيه.
والشيء برضو العجيب انك بتجد كابل يعني زوج زي دول بالظبط، يعني في مباراه اعتقد الفريق الافريقي المباراه الثانيه شفنا شفنا حسين الشحات في الجناح الشمال بيدخل للداخل بيطلع اسمه ايه محمود وحيد الباك شمال بتتلعب له بيعمل الاوفر بريك الشمال بشكل كويس بيسجل منها اجاييه، يعني دول زوج زي رمضان ومعلول بالظبط، نفس الاثنين عملوا نفس الشيء في الحته الشمال، دليل على انك انت عندك اوبشنز جيده وعندك مجموعات تقدر تنفذ بنفس الشكل لكن بلعيبه مختلفه. فتحي في المحلمين من احسن المباريات اللي بيعملها هو محمد هاني، السويرت اللي بيعملها فتحي بشكل جميل جدا، العرضيات اللي بيعملها في الناحيه اليمين حاله جيده جدا، كانت حربه ما هوش تقليدي لكن بيسقط بيستقبل بيطلع الناس معاه بمحطه بشكل جيد وبيسجل في نفس الوقت. فاصبح بيضيف الى نص الملعب بشكل كويس بدل ما تلعب براس حربه محطوط قدام ومالوش دخل في الشغل في نص الملعب، لا هو بينزل في بعض الاحيان في نص الملعب ينقل مع الناس وبعد كده ساعه ما الكره بتتطور بقى في الجنب اليمين او في الشمال عشان تعمل اوفر او كذا بتلاقيه داخل ال 18. بدائل موجوده يعني بينزل وليد محل قفشه وبيسجل، بينزل في نص الملعب اذا كان بيلعب حمدي فتحي رائع جدا وبيكمل في الهجمات سجل هدف راسه جميل جدا في مباراه اسوان، وقبل كده برضه كان بيسجل في كرات الثابته اللي بتتلعب على ال 18 بيدخل بيسجل منها. السوليه ماشي بشكل كويس ربنا يشفيه ان شاء الله ان شاء الله. السنتر باكس ما عادش مشكله يعني لان عندك جاهز ياسر وعندك ربيعه وعندك ايمن اشرف وعندك يعني عدد من اللعيبه في المكان دوت اصبح مشغول، كان في مشكله في بعض الاحيان من اصابات سعد سمير وربيع رجع كمان بقى عدد كويس. الحقيقه الفرقه بقت ما شاء الله غنيه باللعيبه ولذلك في مباريات هو برضه عمل من ضمن الحاجات الكويسه في بدايه شغله عمل تغييرات كتير، يعني في ماتشات يغير 3-4 بالظبط هو والاداء هو نفس الفرقه بتقدم نفس الاداء. هي دي فلسفه الناس بتقول ان ده تيرن اوفر او يعني تدوير في اللعيبه، اللعيبه لسه في اول الموسم يعني مش حد تعبان عشان عم تدوير لكن بالزبط. هو بيستكشف اللعيبه كلها من خلال المباريات مش ما اعتمدش على التمرين بس ولذلك عطى فرصه للكل الان. الحاجه الثانيه ان هو النهارده اصبح عنده سكواد يعني فريق مكون من مثلا 22 او 23 لعيب كلهم اي 11 منهم هينزلوا هيأدوا بالشكل المطلوب بقى اصبح وبعدين ايه بدون غضاضه، مفيش حد بقى قاعد متضايق ولا ده انا اساسي ما بلعبش او ده كذا، الكل حاسس ان هو له فرص متكافئه والفريق اصبح القاعده بتاعته كبيره جدا وليس 12 او 13 لعيب فقط اللي هم بيلعبوا، لا دلوقتي بيلعب ال 20 لعيب بيلعبوا. فبرضه دي نقطه مهمه علاوه على تغيير المنتاليتي بتاع اللعيبه، يعني العقليه اللعيبه، العقليه اللي كانت واخده على ان انا اساسي ما اقعدش او ان انا لو قعدت ابقى زعلان او فلان انا بقالي ماتشين ما بلعبش او كذا او لعبت في غير المحلي، هو بيلغي هذه النقطه بحيث اللعيبه كلها تبقى طيعه يعني ايه؟ يعني بيلعب هو بقى حسب طريقه اللعب اللي عايز يلعب بيها بيعطوا بيلعب اللي بيلعبه وبيقعد اللي بيقعده، مفيش تضرر مفيش واحد قاعد متضايق لكن ما بيقعدش ما بيسيبش حد بره كتير اثنين ثلاثه لا على طول اذا قعد مره المره الثانيه بيقعد قعد مرتين يبقى المره الثالثه بيلعب وهكذا. ودي مهمه جدا على انك انت لما بترجع للعيب اللي بقاله ماتشين ما بيلعبش ترجع بمعنويه كويسه لانه عارف ان هو له دور على طول عكس فرق ثانيه انسى لعيب مثلا ثلاث اربع مباريات تيجي تلاقيه بعد كده تلاقي معنويات ما حطمه وانت بتنزله ما بيأديش ما بيقل واخد بالك، فدي برضه تغيير في عقليه اللعيبه شكلها كويس. بالزبط. انا بس بضيف حاجه مهمه جدا اتفضل تاني مفيش داعي ان احنا نبالغ في قدرات الراجل المبالغه اللي حطه في السماء صح صح هو مدرب زي اي مدرب عنده امكانيات جيده وعنده لعيبه كويسين انا ممكن يجي يوم في الايام ما يبقاش عنده حظ بالظبط يوم الايام ما يبقاش في توفيق كل دي لابد تبقى محطوطه في الاعتبار علشان ما نبقاش حاطين الراجل حاطينه من الان انه هو اله
ولو حصل حاجه يبقى الدنيا اتقلبت وبقى ده مش كويس. لا، هو زيه زي اي بشر، هو ناجح بشكل كبير جدا الى الان وماشي بشكل كويس، لكن دوري طويل وهتقابل فرق ثانيه بمختلف المستويات، هتتعامل معها ازاي؟ وفي ملاعب كثير الملاعب بتاعتك تتعامل معها ازاي؟ يعني كويس ان هو لعب في اسوان في جو 44 درجه ولا 43 درجه، في ملعب مختلف، ومع هذا اللعيبه قابل بشكل كويس، ده اختبار جيد انك انت مش هتبقى واخد على الملاعب الكويسه في القاهره وفي الجو الكويس، لا، في اوقات هتلعب في ملاعب مع فرق في السويس، هتلعب في اسكندريه، هتلعب في اي مكان من الاماكن في الجنوب، لازم تبقى متعود في افريقيا هتلعب في ملاعب ثانيه مختلفه. يبقى لازم اللعيبه عندها الصلابه وعندها المرونه وعندها الاحساس بانها تلعب في اي ملعب في اي طقس في اي كذا، ودي نقطه لسه بادر عليها، اكيد نقطه في الحسبان، اكيد كده. انا بقول البدايه مبشره جدا جدا جدا، ولكن لابد ان احنا نتحفظ الى حد ما، بحيث ان احنا بندي للراجل على قد ما ماشي الدوري الان، ولا نبالغ المبالغه الكبيره جدا، عشان ده شيء مهم، فرصه انه يشتغل ذهنيه كويسه، انما طول ما هنحطه كانه اله دلوقتي هو عمل اللي مش هيحصل، هتفاجئ في اي ماتش من الماتشات زي اي فرقه بالظبط، دروب حصل، دادلك حصل كذا، هتبص تلاقي نفسك مفاجئ، لا هذه هتحصل. لكن الاجمالي والشيء الجميل ان هو البدايه بدايه كسب فيها ثقه جماهير النادي الاهلي، صح، ثقه الناس كلها اللي كانت دايما بتقول راجل السي في بتاعه ضعيف وكلام من هذا القبيل. طبعا احنا عانينا من الكلام دوت، احنا اكيد لما تم الاختيار عانينا منها، حتى قال لك كان ده احد تبركه وجبتوا لنا كذا وكذا وكذا وكذا، لكن في النهايه ربنا سبحانه وتعالى يعني اكرم الفرقه بشكل كويس، و كسبت مدير فني كويس الجهاز اللي معاه، واحيت لعيبه يمكن كانت برضه في عمليه شك فيها او ما هياش حاسه انها واخده حقها بشكل كويس، الان الكل على قدم الاستاذ بيلعب، وحاجه جميله جدا يعني. طيب يا دكتور طه، انا عايز اسال حضرتك بخصوص تشكيل النادي الاهلي، ويمكن بالتحديد اخر مباراتين، مباراه الانتاج الحربي ومباراه اسوان، تقريبا التشكيل كان هو هو في ما عدا عنصر او اثنين تم تغييرهم، هل مستر فايلر ده معناه ان هو استقر على تشكيل النادي الاهلي الاساسي، ولا لسه محتاج عدد اكبر من المباريات عشان يستقر على اللاعبين القوام الاساسي ليه في التشكيل؟ شوف الموضوع دوت رهينه المباريات والنتائج. تمام. بمعنى ان هو في الفتره اللي فاتت كبر الناس كتير، ولكن في الماتشين الاخرانيين ثبت الفرقه مع تغيير لعيب واحد بس، السنتر باك اللي غيره اما نزل ياسر بالظبط، وربيع قعد عشان ربيع كان رجله شدد او حاجه زي كده، ده كان التغيير الوحيد، انما الباقي كلهم كانوا بيلعبوا، فالماتشين دولت يكاد يكون فيهم نوع من انواع التثبيت. تمام. لكن ما فيش فرقه تفضل تثبيت على طول، هم دولت هتلاقي ماتش من الماتشات مثلا استوليه لا سمح الله تعور، هيدخل حد محله ضروري، اكيد مثلا في ماتش ماتش جاي مثلا كسبت وكل حاجه، لكن في لعيب مثلا ما هوش موفق او كذا، ممكن الماتش اللي بعده يغير لعيب بقى واحد، لكن جسم الفرقه هيظل زي ما هو كويس، يعني ثمان لعيبه من الفرقه هيظلوا زي ما هم، هيلف ويدور بقى على ايه؟ ثلاث تبديلات اللي ممكن يحصل فيهم تغييرات، واخد بالك؟ الا بقى في حالات اصابات مضطر بقى ناس معينه ما لهاش حق بديل، الا لازم هو هيدعم سيرت باك لازم محله ولا كذا. عشان كده هو الماتشين الاخرانيين لعب بتشكيل يكاد يكون واحد، وادى الفريق برضو اداء واحد بالظبط المستوى بنفس ديناميكية بنفس الهجوم الكاسح وبنفس الفرص اللي سجل منها النادي الاهلي علاوه على الفرص اللي ضاعت فده معنى برضه بيدي لك مؤشر ان هو المجموعه دي او التشكيل دوت هو الامثل بالنسبه له في الوقت الحالي، لكن برضه هو بيدي فرص، ولذلك حتى في المباراه بتاعت اسوان برضه نزل غير بالظبط بالظبط، يعني بستفيد بالتغييرات اللي عنده، وممكن التغييرات اللي بتنزل بتبقى زيها زي الاساسي، وممكن يبتدي بيه في الماتش اللي بعديه، ما دي كلها امور وارده، لكن لم الامور شويه. الفريق بقى مش هيظل كل ماتش يغير خمس ست لعيبه بالظبط طبعا اكيد، انما هو لم العمليه بحيث ان ايه اصبح التغييرات تبقى في حدود واحد اثنين من اللاعبين، لكن بشكل اساسي موجود الا في حاله اضطرار والمستويات الفرق. تمام. ممكن في فرق هيلعب بالفول تيم بتاعه اللي كذا، ممكن مباريات فرق ثانيه اقل شويه ممكن يدي بعض الفرص للاعيبه ثانيه، دي اداره
الفريق دي اداره مهمه جدا طبقا لجدول المباريات ومستويات الفرق اللي هيلعبها وفي ملعبي او خارج ملعبي. كل دي امور هتبقى محطوطه في الاعتبار يعني. طيب اخيرا عشان ما اطولش على حضرتك، كيف ترى مباراه الاهلي والزمالك المقبله؟ وهي اكيد مباراه غايه في الاهميه وبدري شويه في بطوله الدوري. وعايز اسال حضرتك كمان، هل غياب او احتماليه غياب عمرو السوليه في هذه المباراه ممكن يؤثر على اداء النادي الاهلي وعلى فرص الفوز من وجهه نظر حضرتك التحليليه؟ لا، شوف هقول لحضرتك على حاجه. هو طبعا مباراه الاهلي والزمالك عشان برضه نبقى منصفين، هي ما بتخضعش ابدا المستويات الحاليه. الاهلي مستوى مثلا متقدم وبشكل كويس، والزمالك جايز متعثر شويه في الماتش اللي فات، ما بتتخبطش بكده. هي مباراه لها ظروفها في يومها. ما فيش شك ان برضو انت لما تبقى قبلها بشكل كويس وبتلعب المباراه ديت وانت معنوياتك كويسه، بس بتبقى محترم اللي قدامك طبعا، وما تنزلش حاسس انك انت متفوق عليه، لان ده اصعب حاجه انك تحس انك انت نازل متفوق او متعنتل او مغرور او كذا، ممكن دي تاثر تاثير سلبي. انما لو انت متقدم مع حاله كويسه قبل المباراه ديت ولعبت المباراه دي جديه، بيبقى فرصك بتبقى اقرب للفوز. لكن في النهايه هي مباراه الاهلي والزمالك، زي ما بقول لحضرتك مهما كانت الامور فبتبقى خاضعه لظروف المباراه نفسها ومستوى اللاعبين والحظوظ بالنسبه لكل فرقه. موفق في الفرص اللي بتجيلي، واحد مش موفق، الجول كيبر بتاعي صاحي في الكرات اللي هجمات، دفاعي بأدي بشكل كويس، يعني ظروف اليوم اللي تلعب فيه المباراه خاضع له. لكن ما فيش شك ان النادي الاهلي في فورمه كويسه جدا واستعداد جيد. غياب السوليه المحتمل، غياب السوليه المحتمل من وجهه نظر حضرتك هل سيؤثر؟ لا، ما شوف هقول لحضرتك الحاجه، لعيب هيأثر يبقى انت ما عملتش فرقه. كويس كويس، يعني انت ما عملتش فرقه لو لعيب ما بيأثر. بقى انا عملت قعدت اغير في كل ماتش ثلاث لعيبه واربع لعيبه واجي في الاخر اقول والله انا فلان، عشان ما فيش شك ان السوليه له دور كبير مع الفريق موجود ومتواجد باستمرار، خلاف ما يبقى هو غايب ويدخل واحد في اليوم ده بالذات. لكن انا شايف الكل خد فرص والكل لعب مع بعض، بحيث ان يعني ما اعتقدش هيبقى في تاثير كبير لهذا الامر. مع يعني تمنياتي للسوليه بالشفاء، لانه هو دور كبير مع الفريق ان شاء الله. اخيرا سؤال اخير يا دكتور طه، معلش حضرتك طبعا كنت رئيس لجنه التخطيط للكره بالنادي الاهلي، وانتم موجودين وبتقعدوا تناقشوا الامور الخاصه بمستقبل فريق الكره في النادي الاهلي، هل كنتم متوقعين هذه العوده القويه جدا جدا من الجانب الفني لجونيور اجايه بالتحديد يا دكتور؟ شوف، جون اغيه كان من اللعيبه الممتازين كويس، وهو مرت عليه فتره اللي هو اصيب فيها وتاثر بيها وخد وقت قبل ما رجع تاني. لكن انا ما انساش جون اغيه لما كان يعني في فتره من فتراته كان عبد الله السعيد موجود، وكان الاثنين عاملين ثنائي جيد جدا، وسجل مع الاتحاد سجلوا هدفين، كل واحد عمل هدف للثاني، وبعدين كانوا الاثنين في نوع من التفاهم، وكان هو في فورمه كويسه قد ايه في هذا الوقت. هو تاثر طبعا في الفتره اللي فاتت قبل ديت فتره الاصابه، وبرده عشان يرجع تاني برده خد وقت شويه، لان هو برده انت عارف نسبه او زمن العوده بتختلف من لاعب للاعب، في لعيبه اقوياء اجسامها قويه ممكن يرجع بسرعه، في واحد تاني بياخد وقت اطول، وهو طبعا مع طول القامه و وعامل زي اللعيبه السودانيين طويل كده ما شاء الله بالظبط، فطبعا بيبقى يتاثر بالاصابه، على بال ما بيرجع وبقى فورمه كويسه بيفرق كتير قوي. هو احسن من ملاعبه، واجاي لعيب رائع جدا، وزي ما بقول لك هو مميزاته ان هو ما هوش راس حربه تخليل واقف في ال 18، ولكن بيتحرك بشكل كويس، بينزل تحت في نص الملعب مع الفرقه بيحضر، ثم ينطلق بعد كده، يتحرك في اليمين، يتحرك في الشمال، بيعمل تمريرات قاتله لزمايله وانتوهات وحاجات من هذا القبيل. فهو يعني الحقيقه اضاف اضافه كبيره جدا في الوقت الحالي في هذا المركز، ليس لادائه التهديفي فقط، ولكن ادائه في نص الملعب صح مع زمايله واستكمال الهجمات، ثم بعد ذلك انهائها، وهو موجود في كل ماتش بيسجل. يعني شفناه في ماتش الزمالك سجل هدفين، وشفناه في الفريق الافريقي 4 سجل هدف بالظبط، وبعدين شفناه في مباراه الانتاج واسوان.
واسوان سجل الهدف الاولاني، يعني بيسجل اهداف وبرضه بيعمل اهداف لزملائه يعني. بالظبط. هو ما فيش شك انه توظيفه في المكان ده تاني، وهو اصلا كان لاعب قبل كده فيه نجاح كبير جدا، ان هو سمع بشكل كويس، واللعيبه استجابت له لان اللي حواليه برضه فيه لعيبه كويسين. صح. حسين الشحات رمضان في فورمه رائعه جدا، حسين في فورمه رائعه جدا، قفشه، علي معلول، احمد فتحي، يعني كل الفرقه الحقيقه انا مش عايز انسى حد. صح. الشناوي طبعا قايم بدور عظيم جدا برضه في الحفاظ على نظافه شباكه في ماتشات كتيره. صح. برضه بيدي اطمئنان للفرقه بشكل كويس، حتى بيحافظ لما الفريق يكون لسه فايز 1-0 بس بيحافظ على شباكه بحيث الى ان يسجل الاهلي الهدف الثاني والثالث والمباراه تخلص. برضه هو الحقيقه اللعيبه كلها بتأدي بشكل كويس، الجهاز بيأدي معاهم بشكل كويس، الناس كلها معنوياتها مرتفعه ومبسوطه جدا. ولكن برضه زي ما بتكلم ارجو ان احنا في انا بتكلم على وسائل الاعلام. تمام. يعني الاطفاء الزائد عن اللزوم مش كويس. زي ما كان القذف والنقد عليه الزائد عن اللزوم قبل ما يشتغل برضه مش كويس. يعني دايما الكوره عايزه هدوء جدا، ما تعرفش ايه اللي هيحصل بكره. صح. ولازم تدي لنفسك فرصه. انما بتكلم على حاجه اقول انا في الوقت الحالي انا مبسوط، الراجل مأدي اداء كويس جدا. صح. لكن الدوري لسه طويل. احنا برضه ايه نشيد بادائه كويس، ولكن يبقى ما عندنا ظروف نديله فرصه يشتغل بهدوء جدا، ويبقى في الحصيله النهائيه التقييم الكلي المطلق بعد ما ينتهي الموسم ان شاء الله، اللي حققه النادي واللي سجله النادي، واخد بالك؟ ان شاء الله باذن الله. يا دكتور طه انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه جدا.